ولا أريدكم أن تنظروا أقل من رقم واحد، لأن رقم واحد واللي بعد واحد ما حد يعرفه، يكون الأخير، يكون في النص، هو دائما رقم واحد الأفضل الكل الناس. فالإنسان يقول إذا حط في باله أن في يوم من الأيام ما يقدر يوصل رقم واحد، خلاص حكم على نفسه بالفشل.